11 نوعا من أجود أنواع التفاح تنتجها حاليا مزرعة بالخيري بمنطقة سيدي عمر بولاية البيض، ما يجعلها مزرعة نموذجية في هذا المجال. كاين 11 نوع من انواع التفاح. النوع الاول اللي راه موجود اليوم ولا راه واجد مد الانتاج اليوم هو رويان. كاين في رويان اليوم، من بعد الشهر الجاي رويان غالا، كاين جولدين، كاين او اس، كاين ستار، كاين ستار كريمسون، كاين هذو كاع الانواع الاصناف هذو اللي راهم كاينين في هذه 11 فاريتي. يعني اليوم رانا باقي نسوقوا للشمال والجنوب، ويعني رانا ان شاء الله غادي نغطوا كل جوايه اليمنى واليسرى ان شاء الله، كاع الاسواق نغطوها ان شاء الله بالانواع تاع التفاح بالجوده العاليه. السلطات المحلية ثمنت المشروع الذي يضم 6 غرف تبريد، ما يساهم في دعم السوق المحلية واستقرار أسعار التفاح. اليوم درنا زيارة ميدانية على مستوى بلدية سيدي عمر، حيث توجهنا إلى المستثمرة الفلاحية بالخيري. شفنا غرف تبريد، عندها 6 غرف تبريد موجهة للتخزين مادة التفاح والإيجاص. ودرنا زيارة لداخل المستثمرة وشفنا أشجار التفاح والإيجاص. هذا المنتوج يتم تسويقه على مستوى المدن الشمالية وحتى على مستوى إقليم الولاية. وهذا المنتوج يساهم في عملية التموين واستقرار الأسعار لهذه المواد محليا. الرهان على إنتاج ما كان يستورد من منتجات يسير في الاتجاه الصحيح، دعما للإنتاج الوطني ومنعا لاستنزاف العملة الصعبة.